أنا اليوم بعد عملية شهداء لقنيطرة ورد في مزارع شبعة أريد أن أكون واضحا، نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان لم تعد تعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك. أنا لا أعترف، نحن لا نعترف بقواعد اشتباك، انتهى. ولا في مواجهة العدوان والاغتيال ما في قواعد اشتباك، ولم نعد نعترف بتفكيك الساحات والميادين، واضح؟ ومن حقنا، من حقنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والقانوني وبالقانون الدولي اللي بده يناقشنا بالقانون كمان وبالقانوني، أن نواجه العدوان أيا كان هذا العدوان وفي أي زمان وكيفما كان، أن نواجهه في أي مكان وأي زمان وكيفما كان. هذا التزام.